جاد بونجور. صباح النور. بروسكيتا علبة الجين. علبة الجين صح، يعني نحن مثل ما كنت عم تقولي معودين انه تكون الخبزة هي الباز تبعها. صح. اليوم الخبزة مش رح تكون موجودة اصلا. اوكي. رح يكون في محلها الباذنجان. شو رح نعمل بالباذنجان؟ خلينا نكفي ونرجع على الباذنجان، رح يكون فيها فريش كراب، هون عندنا فريش كراب ميت، سالين كراب وفاتحين له ظهره وايديه وراجعين شايلين اللحمة اللي بقلبه. هلا رح نشوف كيف رح نشتغل فيهم، ورح يكون فيها افوكا، والفرق كمان انه المونتاج ما رح يكون الكلاسيك. رح يكون المونتاج بقلب كادر اليوم. اوكي هيك بالصحن يهدوا؟ رح يهدوا مع بعضهم، يعني اذا بدك بنكون غيرنا كل الكونسبت تبع البروسكيتا. خلينا نبلش. شو رح نعمل؟ رح ناخذ صينيه. فرح يكونوا لايرد يعني؟ رح يكون وان لاير يعني بالكعب. يعني بالكعب رح يكون عندنا الباذنجان، رح نرجع نعمل الافوكا مع حامض وزيت، رح نرجع نحط الفريش كراب على الوجه، ورح نعمل كوليه هيك بالصحن الباز تبعها تومات. انا هون عامل صوص تومات من شي ساعه وتركها تبرد تكون روم تمبرتشر، رح نرجع ناخذها نطحنها مع شويه كزبره مع زيت زيتون، نعملها هيك موس اذا بدك او كوليه كثير ناعم ونحطه بقلب الصحن. حلو. هلا انا الفرن محمي، رح نبلش بالباذنجان. سو الباذنجان مشوي؟ رح نشوي الباذنجان، رح نفرجي كيف رح نعمل الباذنجان. انا عاملهم قبل شوي، ليش؟ لانه تقريبا بدهم بالفرن شي 25 دقيقة. اوكي. بس انا هلا بدي فرجي شو عملت تحت الهواء. منقشره كله مضبوط، لانه ما عندنا دائما نحن بس نترك قشرة بالباذنجانة، نتركها لتهدي الباذنجانة تما تفرط. هون ما عندنا مشكلة، رح نحطها بقلب كادر. بنفس الوقت بنكون عم نهرب انه يطلع قشر بالهيدا، بتعرفي اوقات القشرة ثقيلة. ايه سميكة قشرتها للباذنجان. مضبوط. هلا نحن هون دائما لازم نقشر الباذنجان قبل ما نشتغل فيه يمكن بشي ساعة ساعتين، ليش؟ لنقدر نملحه وتظهر المي منه. هلا نحن انت كيف بتملحه؟ يعني بتحطه سلايسز؟ صح. مع ملح؟ هيدا الشيء اللي رح على نعمله. على شقفة؟ مش ضروري شقفة، هلا بتشوفي. اللي رح نعمله نحن رح نقصه بهالشكل. إذا بتلاحظي هيدا البزر دائما المرورة بالباذنجان بتيجي من البزر. البزر والمي اللي بالبزر، كرمال هيك نحن بنملح تظهر هالمي تروح من المرورة منه. هذا السبب الأساسي، ثاني سبب حتى إذا كنا هلا اليوم ما عم نقلي، إذا كنا عم نقلي ما بقعد يشرب كثير زيت. صح. هلا نحن لازم نملح ونريح شي 20 دقيقة، نحن رح نفرجيها على السريع. أكيد. هلا وصلنا. بس بعد ما ننطر هال 20 دقيقة أو نص ساعة من بتكون يا من نشفها ننشفها نرجع ناخذ الملح لان صح هيك. او بدها تكون محطوطه على جريليت تكون المي عم تنزل دايركت منها. اوكي. يعني مش على الصينيه، مش بحاجه نغسلها نرجع؟ ما ضروري. اوكي. هلا بالنهايه الملح اللي عم نحطه نحن رح نرجع نشيله من الروسات الفينال. ما هي بس بدنا ننتبه على الملح 100%. يعني اذا عم نعمل مسقعه، اذا عم نعمل شيخ المحشي فينا نستعمل هالطريقه، بس بدنا ننتبه على الملح اللي بالحشوه اللحمه او اذا كانت الصوص المسقعه. تعرف المقلوبة كمان شعر. المقلوبة مع الباذنجان وال... صح والحمص هون لكان هات فيها. مش رح نعمل ثالث وحدة كمان. إذا بتلاحظي نحن عم نسمك التقطيع لأنه الفوليوم تبعهم هلا رح يصغر بالشوي. ترجع بتزم. هلا رح نعتبر ملحنا ونطرنا نص ساعه نحن، بس نحن عم نفرجي كيف ناخذ البهار والزيت. هلا هون من بعد ما ظهرت المي عم نحكي حطينا المي وشلنا المي حطينا الملح قصدي حطينا الملح ظهرت ميتهم. هلا رح ناخذ زيت بهالشكل، نحن رح نشويهم اكيد بس بدهم شويه زيت. صباح النور. شو مبكر؟ قال لي ما في. لكن ما في شيء هلا ناكله. انا بوفر التليفون بجي بسال السؤال للشيف. ما طلع مقلي الباذنجان. كيف؟ ايه عنيف. حبيتيها هلا. بس انا عندي سؤال عن جد لقصه الباذنجان شيف. قولي. بدنا ننطر، اوقات في ناس بحطوا الباذنجان بالشمس حتى ينزل المي منه مع الملح وهيك، في طريقه بتكون اسرع شيء؟ مايكروويف شوي بالفرن؟ معقول عصر السرعه شو بيعمل؟ مش معقول. هلا قصة الشمس بيجيكي ناس على بغتي اوقات ما تعملي لهم باذنجان بغتيهم وما تعملي لهم باذنجان.
في شيء طريقه سريعه هلا هي اسرع من نص ساعه بدها فتره شوي نص ساعه لا نص ساعه ما فيني انا بحبش بدك تطلبي دليفري حبيبي باذنجان كثير بس عن جد في ناس بحطوا شوي بالفرن بتحس بتصفي المي جاد بتعجلي انت فيها بس انه بالنهايه بس بتصير قاسيه شوي كان او بتضلها منيحه حراره عاليه شوي يعني روم تمبرتشر عاليه او يعني مايكروويف كلكو سكوند يعني مايكروويف كلكو سكوند ما بيشكو من شيء جاد المهم انه ما بتصير قاسيه هيدا بتنشف لكن هون خلص الاتصال دينا تعطيني شويه بهار علي بليز رجعي مايلي كثير منيح اذا بتلاحظي انا عم بكتر شويه زيت عليها اوكي هيدا لكان الزيت حطينا شويه ثوم ليش الثومات حبيتهم شو هول لانه البروسكيتا فيها ثوم هلا بياخذوا ثوم بياخذوا طعم هيك عم نفركهم ايه نكزه صغيره يعني صح اصلا البروسكيتا يعني ما ما فيها ثوم يعني فيها ثوم فيها مثل ما هلا عم ندهن هالثومات على الباذنجان عم ندهنهم على الخبزات يعني عم ياخذ الفليفر وهلا بس ينطبخوا كمان تقوى طعمتهم اكثر اوكي هلا الباذنجان صار جاهز اذا بتلاحظي قصه انا او اذا بدك منقل الباذنجانات شوي الدياميتر تبعهم بيشبه الرينج اللي رح نمد فيه هلا الصغيره نرجع بنحط اثنين حد بعضهم بالكعب اوكي واو مثل ما قلت هلا اذا طلعت صغيره بالمونتاج بنحط اثنين وبنكبسهم لان هي رح تطرى ايه بنحشرهم على بعض صح هي خلص؟ هي خلص حطيها بالفرن بنكون هلا الباذنجانات من بعد 25 دقيقة شلتهم انا صاروا هيك الباذنجان بالفرن بتقلبوا جاد مش هيك؟ ما ضروري ليك شو عامل انا ونو نو ابدا هيدا الوجه اللي كان من تحت ليك كان من فوق كيفيه ايه هلا انا ليش برمها؟ لان بدي اعمل مونتاج من تحت لحتى البارتي اللي نشفت تتهدي ما تفرط واكثر من هون بتشرب الافوكا بتشرب الحامض اللي رح نحطه يعني من هون بعد ما عملت كوش هلا حلوين طالعين معك هول الباذنجانات حطيناهم على كلينكس لنشيل البارتي الزيت شوي الزياده فيهم بس هي ما فيها كثير زيت لانه شفنا قد ايه حطينا رح نحطهم على جنب شو رح نعمل؟ رح ناخذ هالكراب هون توم خلاص ابوكا بدك اقشر لك يلا نبلش نشتغل حد بعض كيف بدك تمعصه ولا كيف مزبوط هيدا قشر اذا بدك هون هلا في وحده مستويه انا شايلها يمكن ايه هي بتجنن هاي وشي نص وحده بلكي نص هاي سو وحده ونص مزبوط كيف ما كان يطلعوا شي اليوم بالمال على رح نمعصهم انا رح اخذ هالكراب دائما كل شيء سي فود دائما بنقول عنه بنترك طعمته اذا بدك او بنترك الطعم الاساسي تبين فيه ما كثير بناخذ بنحط نقعات بنحط بيبرز بنحط اشياء فاذا بتلاحظي هون حطيت نقطه زيت رح ناخذ برشه حامض صغيره هلا كمان هالحمضات رح نستعملهم لناخذ العصير منهم عصير حامض ما بنحط ابدا على الكراب ليه؟ لانه التكستير تبعه بتتعب او يعني اذا بتلاحظي كل شيء بيحترق يعني كل شيء سي فود بنروح اذا بدنا ناخذ منه طعمه الحامض بنحط برش الحامض ما بنحط عصير الحامض خصوصا اذا السي فود بده يضل ني ان كان سمك ان كان صمون ان كان رشيت بهار رشيت ملح كثير صغيره هسا اذا بتلاحظي هون كمان نحن عم نفرفط الكراب ما كثير تركنا هيك شويه شقف كبار حلو بعد شوية زيت طيب كيف شو رح أعمل؟ رح أحطهم بالبراد لأنه كثير قصتهم دقيقة الفريش كراب لازم يضلوا مسقعين ما لازم تطلع حرارتهم دغري بيزنخوا يعني
يعني برودوي اذا بدك كثير حساس. هون شو بدنا نزيد له؟ شو صار هلا حطيتي شيء ولا بس افوكا؟ اوه كثير اشياء افوكا وبس. انا قلت لكن رشة ملح رح ناخذ هالحامضة بنخليها خشنة شوي او لا؟ ايه خليها خشنة لأنه ما بدي أصلا هلا أحط كثير عليها ليكيد تضل قاسية وتهدي بالكاد. عصرة حامض شو بعد ما حطينا زيت زيتون بهار شيء ولا لا؟ شوية بهار أكيد وبدي أحط بدي احط فرمة كزبرة بتطلع سوبر طيبة مع كراب. هول البندورات وين رايحين؟ البندورات هلا رح نزين فيهم ورح ناخذ كم حبة كمان بقلبها بيعطوها هيك لون كمان يعني شوي جواكامول. مزبوط. فينا نزيد شوي حر يلي بحب هون اكيد فينا نقوي البهار الاسود. ناخذ نقي هول الحبوب الصغار. هلا نحن تقريبا عم نحضر اغراض الصحن رح نبلش مونتاج بعد شوي لانه ما بقى في كثير اشي يعني الكراب خالص الباذنجان خالص الافوكا عم بيخلص. اوكي لكن هاي الخلطه تقريبا خلصت بدنا ندق لها ملحه بدنا نشوف شو صار معنا. ذوقي ايه؟ ذوق يا شو شو طيبه. لا ما بدها ملح ما بدها شيء كثير طيبه طعمة الحامض مبينة كزبرة كمان هيك اعطيتها شعطة صغيرة هيك لنضبضي بشوي. هول خلص؟ هولي خلص. ليك شو رح نعمل؟ خلينا نطلع نخلص الكولية على الآخر اللي بدنا نعملها ونرجع بنبلش نركب الصحن. اوكي يلا هون لكن صوص طماط طبخناها مثل العادة حص ثوم زيت زيتون ورق حبق البندورة المقشرة غاليينها شوي يعني غالي شي 25 دقيقة أكيد ملح وبهار. تسمكت؟ تسمكت لنشفة ميتها. رح ناخد البارتي السميك شوي رح نحطهم بهاي ليش؟ لأن بدنا نطحنهم ونطلع منهم. أوكي رح نمسحها من فوق. هلا اكيد نحن بحيلا شيء فينا نطحن بس هو الهدف انه ليك شو رح نعمل؟ رح ناخذ هول مثل ما هن نحطهم. اوكي رح ناخذ هالورق الحبق بقدونس وحبق بقدونس لا حطينا هلا كزبره وحبق حطينا كزبره وحبق ما بعرف قد ايه وقتنا بعد باقي زيت زيتون كمان شوية برش حامود هي رح تضلها باردة هي رح تضل باردة هيك إذا بدك على حرف الصحن حلو بعد رح ناخذ شوية بهار ورح ناخذ رشة ملح ورح نطحنها مكنة أحي لونها رح يفتح شوي
دائما بس تطحن الطماط بهيك بس تطحني مش على المولا، المولا ما بغير لونه، بس يكون في شفره عم تبرق ليك لونه كيف بيصير. رح يصير اذا بدك على روز اكثر، وهالاعشاب اللي بقلبه رح يعطون هالتكستشر اللي بقلبهم الخضر. لا لا هذا المطلوب يعني okay. اذا بتلاحظي يعني رح نرسم فيها الصحن او نحط على الصحن هيك لنعطيه لون، بنفس الوقت هالطعمه بين الاعشاب وبرش الحامض والطماط. حلو هي خلصت، نشيلها. اوكي هلا تينا نحن تقريبا كل الاغراض حاضرين، صاروا حاضرين. اللي رح نعمله هاي رح نشيلها للاخر. هاي هون تقريبا يمكن لا بدهم ايه. نحن قلنا شيء 25 صار قاطع ايه. انجا 15 يمكن. هات لنعمل مونتاج لثلاث صحون ديركت لنشوف كيف. هيدي بتنعد كولد ستارتر؟ هيدي اكيد كولد ستارتر. الباذنجان هون، ال بس فينا كمان يمكن نعمل صحن سلاد. بشو؟ لا سلاد ونحط عليها فينا الحبات؟ ايه فيها هيك يعني اذا عم بتزيد الجرينز، عم بتزيد الجرينز اكثر بالصحن. ايه. فيكي اكيد. هلا هول الرنجات رح نستعملهم، هن هول مش هذا لانه عم بنطبخ فيهم اوقات ستينلس هول منه يون. هات لناخذ نبلش بالكبار حبه وحده. هلا هيدي اللي اخذناها مفروض حبه، هي بتحمل بعد حبه كمان، ناخذ حبه صغيره. لا يمكن نضطر ناخذها هيك تيركبوا حد بعضهم. لما تطلع كثير رقيقة يعني لما تطلع رقيقة إيه؟ تبين الحرف تبعها لأنه ما بدنا تطلع كلها. هاي خلصت هيدي كمان هيك ناخذها على جنب، ناخذ هيدي هون من قعد صاحب تحدى. هاي هون هيدي بدي قص اوكي. هلا رح ناخد خلطة الأفوكا. نترك اسباس للكرابات. بعد بس ناقص الكراب. بعد ناقص الكراب. نزين لها وجهها شوية أعشاب، شوية توماتو ريز. مظبوط. تنعمل قالب؟ تنعمل قالب مزبوط، بس بصير بدنا الافوكا نفرمه فرم لحتى يعمل ليهدي اكثر. لانه هلا اذا بتلاحظ ايه مزبوط، لانه اذا بدك تكبر الكادر حتى سيرفيسا ثقيل يعني بصير بدها بالمعلقه يمكن او بيفرط شوي مزبوط. يعني بصير بدك تشيله كرمال هيك سنجل بورشن تطلع ارطب وشكلها احلى. صح. هلا هالكراب ما في مشكله، هلا كله بيتزبط. سو الكراب فريش، فريش كراب اكيد. زيدين عليه برش حامض، ملح وبهار مش هيك؟ 100% وزيت زيتون. وزيت او لا؟ زيت زيتون. زيت زيتون متبل يعني.
شيء بسيط لحتى هيك نعطيه طعمه صغيره مع هو ما بحاجه لطعمه لانه بدنا نحافظ له على طعمته. دائما برودوي مثل هيدا يعني اذا بدك الشغل فيه صعب لو وصلنا لهون يعني بين سلقه وبين تفرفته. ف يعني اللي بده ياكل كراب خليه يحس بطعمه الكراب ما يحس بطعمه المارينيشن او طعمه ما بعرف الاشياء اللي عم نزيدها. صح. وبالاخص انه البلا منه كراب يعني في طعمات في بين الافوكا وبين الباذنجان. اوكي هلا بنكبسها شوي هيك ليش؟ لحتى تمسك بعضها بس نشيل الكادر ما تفرط. هلا الكولية اللي حكينا عنها رح نستعملها بدائر الصحن مع كم ورقة حبق مع كم نقطة زيت زيتون. هذا الكراب هون مبدئيا خلاص بدنا نمسح شوي صحون بدنا نشيل اللي وقعوا تنقدير. اوكي هلا رح ناخد شوية طماط نشكشكن على الوجه بهالشكل. نقيلي شوية ورق حبق كتير صغير وورق كزبرة كمان كتير صغير. ورقة ولا بخلي لك إياها من ورقة فوق؟ ورقة ورقة بدي كبهم هيك على اوكي برات الصحن تنكسر شوية هالبياض. بعد بدنا نحط الكولية على الصحن عم نعمل له هيك شوية فينيشينج ما بقى بده كتير اشياء. هلا ما راح نشيل الكادر هلا راح نشيله. توفقت بشي تينا؟ كم وحدة؟ ليك شو حلوين ليك شو صغار وشو شكلهم حلوين. ليك بعد بدك؟ ليك يمكن بكفوا مع اللي عندك اكيد بكفوا في هون. ايه بجنن. شو بعد عنا؟ بعد عنا الكولي. بدي بس كم ورقة كزبرة على الكراب بعد. كزبرة؟ صغيرة كبيرة أي حجم بدك. اكسترا سمول. خضرة صفرة. هلا المشكلة بتعرفي شو خليني أغسل هاي لأنه الملعقة الكبيرة رح تخرب الصحن. هيك بشكل بسيط تينا بس حتى هالأبيض اللي بالصحن يتغير شوي وبنفس الوقت بنكون عم نغيره بشي طعمته كتير طيبة. رح ناخد هالزيت. هلا برجع بقول لك ما رح نشيل الكادر هلا. شوية زيت زيتون. خلاص بهار كمان هيك على دير الصحن. ايه بجننوا. بس الواحد هو عم ياكلها بده ياخذ نتفه من الكلي من كل شيء. ايه ومن الكلي اكيد. نحن رح ناخذ بريك. ديجا صحن روعه طلع بعد ما شلنا الرينج. هلا نشيل الرينج.
رح نرجع بعد شوي مشاهدينا معكم على التيستينج. كثير حلوة هيدي أشغال يدوية عن جد، حتى تورق الحبق والكذبة غيرانية بالذوات. طب بس مش معقول شو حلوين. شكلهم حلو. الفكرة هي مثل ما كنا عم نقول، يعني البروسكيتا شلنا الخبز حتى الباذنجان وزدنا عليه انه اشتغلنا المونتاج شوي رفيناه، ما رحنا على البروسكيتا الكلاسيك اللي هي شقفة خبزة مع البراد عليها. إذا بدك هلا كمان مش غلط الخبزة مع هيك إيه، لا بس انه غير شيء بدك خبزة يعني هلا لا نو 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 انا موافقة على هالشيء. طيب هيدا لاتينا نايس. وكمان شغلة لازم تبع لها انه الباذنجان مثل ما قلت يمكن نضطر نزيد أكثر من قطعة صح تيصير في ارتفاع يعني يبين تطلع هيك رقيقة 100%. والحلو يبين المونتاج يعني شقف مش انه من هون على وقت بعضهم صح مش انه قلينك اعمال حرفيه اليوم اكثر عن جد. ايه لا بدها دقه شوي فريمون يعني مش معقول شو حلو الشكل بس حلو سوري من الشكل يعني بدنا نخربه شوي ايه على الاخر بنخرب. واو اكله اكله وحتى الحامضات شايف كومبينيشن شو طيبه هيك اخذت كولي من على جنب كثير طيبه. لا سي بون. ثلاث طعمات مبينين عندك كثير ظاهرين، الافوكا مبين، الكراب مبين بالفعل، والباذنجان يعني قديش عامل فرق الشوي يعني مبين طعمه الباذنجان ما مبين فيه طعمه زيت ما مبين فيه اللقمه اللي بيطلع لك فيها كزبره غير اللقمه اللي ما بيطلع لك فيها كزبره وهيك اكيد كذا كثير طيب صح. ثلاثة بون فكره حلوه جديده صح وبازيليك كمان شو؟ في حبق وكزبره اكيد في حبق وفي كزبره مزبوط ماشيك انا عم ناكل ثلاث اربع انواع يعني شغلتينا هون غير ايه شغلتينا يا شغلتينا ثانك يو جاد. رح ناخذ بريك ومن كافي الايف ضلكم معنا.